الصحة والجمال. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامج الإنسان والحيوان. وهنبدأ الموضوع بتاع النهاردة بموضوع الزونوسز أو الأمراض المشتركة، المرض المشتركة بين الإنسان والحيوان. الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان بتنقسم إلى أربع أقسام: أمراض منشأها الحيوان وتنتقل إلى الإنسان، وأمراض منشأها الإنسان وتنتقل للحيوان، وأمراض تنتقل مباشرة بين الإنسان والحيوان، يعني ممكن تنتقل إلى الحيوان أو للإنسان على السواء، وأمراض يستخدم فيها الإنسان أو الحيوان كعائل وسيط والطرف الثاني عائل أساسي، يعني ممكن الإنسان يبقى عائل أساسي والحيوان يبقى عائل وسيط أو العكس. وطبعا في أمثلة كثيرة جدا. نبدأ هنركز النهاردة الحقيقة عن الطفيليات أو الديدان الطفيلية التي تساهم في الأمراض المشتركة أو تشكل جزء من الأمراض المشتركة. أول نوع اللي هو اللي بيبقى موطنه الحيوان وقد ينتقل للإنسان، المثال الواضح فيه دودة الفشولة اللي هي الدودة الكبدية. الدودة الكبدية أصلا بتنشأ في الأبقار والأغنام كعائل أساسي ليها، بتعيش هذه الدودة في الحوصلة الصفراوية للكبد، وعند انسداد هذه الحوصلة أو عند تحرك هذه الدودة بتشكل مشاكل في كبد الحيوان، تشكل مشاكل في كبد الحيوان، وفي بدايتها بتعمل أنفاق في الكبد وبتسبب مرض اليرقان أو الصفار اللحوم في الحيوان. هذه الدودة كان شائعة في الحيوان فقط، ولكن انتقلت بعد كده للإنسان وبدأت تدخل برضو إلى كبد الإنسان وتشكل مشكلة في الكبد زي بالضبط عرضها في الحيوان. حتى العلاجات اللي هي استحدثوها لعلاج الدودة الكبدية في الإنسان كان عاملين دواء اسمه الإيجيتين وسابوه دلوقتي ورجعوا تاني لنفس الأدوية اللي بيعالج بها الحيوان، لأنها كانت أكفأ وملهاش سايد إفكت زي الدواء المقترح اللي كانوا مقترحينه. النوع التاني اللي هو بيبقى نوع منشأه الإنسان وقد ينتقل إلى الحيوان، والمثال الواضح فيه اللي هي الأنتاميبا. الأنتاميبا طبعا أساسها الأنتاميبا هيستولوتيكا، دي من الأوليات، ودي بتبقى موجودة بتصيب الإنسان وتبقى موجودة في القولون وبتسبب أضرار للإنسان وقد تنتقل إلى الحيوان المخالط للإنسان مثل الكلاب وبعض الحيوانات الأليفة اللي هي مخالطة للإنسان. النوع الثالث اللي هو نوع الأمراض اللي هي بتنتقل بحرية بين الإنسان والحيوان، وده المثال الواضح فيها اللي هو اللي هي الشيسوسوما جابونيكم أو بالهرسية اليابانية، ودي بيصاب بيها الإنسان زي ما بيصاب بيها الحيوان. زي ما السركاريا بتستطيع اختراق جسم الإنسان ودخول إلى الأوردة الكبدية بتاعته، نفس الحكاية بتصيب برضو الحيوان، بتصيب الفئران، بتصيب بعض أنواع الحيوانات الأخرى اللي بتسبح في المياه. فدي بتبقى بتمثل المثال الثالث للأمراض المشتركة اللي هي بتصيب الإنسان والحيوان. في أمراض النوع الرابع بقى اللي هو بيستخدم الحيوان فيه كعائل أساسي والإنسان كعائل وسيط، ودي أنواع كثيرة جدا من الديدان، أشهرها اللي هي دودة الحويصلات المائية اللي هي بتخش على كبد الإنسان أو على رئة الإنسان، وبيبقى فيها الإنسان عائل وسيط، ودي بيبقى العائل الأساسي فيها الكلاب، بيبقى موجودة في مع الكلاب. ومخالطة الإنسان للحيوان في موضوع في هذا المرض، بتنتقل البويضات بتاع الدودة دي من على شعر الكلاب في الأطفال اللي بيلطفوا الكلاب وبيلمسوها، بتنتقل إلى فم الطفل وبتخش جوه وبتطلع وبتتحوصل في الكبد أو في المخ أو في الرئة، وبتعمل مرض الحويصلات المائية المشهور اللي هو بيبقى ورم كبير جدا جدا كده، انتفاخ كبير في العضو اللي هي موجودة فيه، ودي بتسبب أضرار شديدة جدا للإنسان. دي مثال واضح جدا للنوع الرابع اللي هو بيستخدم فيه الإنسان عائل وسيط، في وبيبقى الحيوان عائل أساسي. في أنواع أخرى بيبقى الإنسان عائل أساسي والحيوان عائل وسيط، ودي زي الأمثلة الشهيرة للديدان الشريطية اللي هي التينيا سوليوم والتينيا سيجيناتا، ودي بيبقى موجودة في لحوم الحيوانات متحوصلة على هيئة حويصلات، وعندما يأكل الإنسان هذه اللحوم غير تامة النضج بيحصل انه لما بيتغذى عليها بتخش الحوصله اللي جوه اللحمه اللي هي غير تامه النضج او اللي هي مش طيبه كويس،
يعني زي السجق والحاجات دي اللي هي ما بتطيبش كويس، بتخش بتنفصل من الحوصله بتاعتها وبتنمو وبتشكل الدوده اليافعه الكامله مع الانسان. طريقه العدوى، بيحصل العدوى ازاي؟ طبعا الطور المعدي في هذه الديدان احيانا بيبقى البيضه، احيانا بتبقى اليرقه المتحوصله، سواء كانت يرقه متحوصله على النباتات المائيه زي الفاشوله او يرقه متحوصله داخل لحوم الحيوانات زي الديدان الشريطيه، دي بتنتقل. ففي بعض الحاجات اللي احنا دائما نقولها للناس اللي هم بيخلطوا اللحوم وبيخلطوا الحيوانات، نحذر تماما من ان احنا نيجي مثلا في المطبخ مثلا نعمل سكينه اللحوم، نقطع اللحوم بسكينه معينه ونفس السكينه بعد كده نقدر نيجي نحطها مثلا نعمل بها السلطه، فدي بتبقى مشكله لان الحويصلات بتبقى موجوده على طرف السكينه او على اخر السكينه من تقطيع اللحوم وبتنتقل الى السلطه، وبالطريقه دي ممكن تبص تلاقي السلطه فيها حويصلات من اللحوم نتيجه استخدام سكينه واحده للحوم لتقطيع اللحوم والسلطات. السلطات الحقيقه شيء طيب جدا وبيجيبنا منه الفيتامينات ومهم جدا للانسان، ولكن قد تنقل هذه السلطه بعض الاطوار المتحوصله على النباتات نتيجه التسميد بالسماد ملوث بالصرف الصحي، فبتيجي تفقس في المياه وتكون ما يشكل حاجه اسمها الميتاسيركاريا. الميتاسيركاريا دي او اليرقه المتحوصله دي بتاع الفشوله مثلا بتتحوصل على النباتات اللي هي بتروى بمياه ملوثه، وعندما ياكلها الانسان تطلع من الحوصله في الامعاء بتاعته في الديودينم او في الاثنى عشر وتشكل الدوده الكامله وتدخل الدوده الكامله الى الكبد وتشكل خطوره على الانسان. لازم نتلافاها بايه؟ احسن طريقه ان احنا نعمل السلطه ونحطها في الفريزر لمده 5 دقائق. بالطريقه دي هتبص تلاقي السطح الخارجي اللي عليه الاطوار دي تجمد، ولما تتجمد الميه اللي فيها بتزيد فبتكسر الجدار بتاعها، فلما بتنزل لمعده الانسان بيخش جواها الحامض وبيموتها. دي احسن طريقه. يعني الغسيل طبعا، الخل ممكن، لكن الطريقه المثلى هو ان احنا بنحط السلطات في الثلاجه في الفريزر 5 دقائق، يبقى كده تخلصنا من الانواع الثانيه. اما بالنسبه للحوم الاسماك، ممكن تلاقي في لحوم الاسماك بعض الميتاسيركاريا المتحوصله موجوده في لحوم الاسماك اللي هي المدخنه او اللي غير تامه النضج او اللي مش مشويه كويس، دي اذا اكلها الانسان برضو بتتحلل داخل الامعاء بتاعته وبتخرج الحويصلات وتصيب الانسان. والمثال الواضح فيها اللي هو ديدة الهتروفس اللي هي بتبقى موجوده في الفسيخ وموجوده في الاسماك الغير جيده التمليح وغير جيده الطهي. ده انتقالها من الانسان. ممكن بعض الامراض تنتقل عن طريق الشم زي ما احنا بنسمع دلوقتي عن السل. السل ممكن هذا السل يبقى موجود في البان بعض الحيوانات المصابه وممكن الانسان ينتقل اليه السل. ممكن في بعض انواع السل بتصيب الاسماك، فاثناء تنظيف هذه الاسماك في المطبخ بالسكينه مثلا، لو احنا مثلا بنفتح امعاء الكبد بتاع السمكه او بنرميها ممكن يبقى السمكه دي فيها التيوبركلز بتاع السل ممكن نستنشقها، فبرضه ان احنا نتوخى الحذر في اثناء تنظيف هذه الحيوانات ونتوخى الحذر في غلي الالبان والمنتجات بتاعتها. بعض الجبنه القريش للاسف الشديد في اثناء اعدادها لانها ما بتتعرضش للحراره احيانا بتحمل بويضات بعض الديدان الشريطيه، ونفاجئ بانه الدوده الشريطيه موجوده في امعاء الانسان ونسال نعرف المصدر ايه، نلاقي مصادر اللي هي بعض الاجبان اللي هي ما بتتعرضش لدرجه حراره مناسبه عشان تموت هذه الاطوار. العدوى ممكن تيجي عن طريق الشم، يعني احنا بنشوف دلوقتي مثلا يقول لك انفلونزا الخنازير، يقول لك انفلونزا الطيور، كل دي امراض فيروسيه بتنتقل عن طريق الشم وعن طريق مخالطه الحيوانات. او مثلا في برضه مرض خطير جدا اللي هو مرض القطط اللي هو اللي بيسبب اجهاض للسيدات. السيدات البنات اللي هم بيلعبوا مع القطط او الاولاد ممكن ياخدوا العدوى اللي هي مرض التوكسوبلازما او مرض القطط بيسموه. ده اذا خدوا الولد مفيش مشكله، بيعمل شويه حويصلات في العضلات بتاعته لا تشكل هيبقى عليه، ولكن المشكله اذا خدته البنت بتعمل فيه حويصلات، وهذه الحويصلات بتبقى موجوده ما بتشكلش اي عبء عليها، ولكن عندما تتزوج وتحمل تبتدي هذا المرض يقتل الجنين جوه رحم الام وتبتدي تتعرض لاجهاض متكرر، وده المرض المشهور اللي هو مرض القطط.
كل دي امراض بتنتقل من الانسان للحيوان وبنستقبلها من الحيوانات وبيصاب بها الحيوان والانسان على السواء ونتوخى الحذر. وده الحقيقه كان زمان ما فيش الكلام ده، كان في امراض مخصوصه للانسان وامراض مخصوصه للحيوان، وكان في نظريه اسمها الهوست سبيسيفيستي اللي هي تخصص في الاصابه. كنا دائما يجي مثلا نقاوم البلهارسيا نقول نموت القواقع بتاع البيوموفلاريا او القوقع المشهور اللي هو بيستضيف البلهارسيا، كنا نقضي على القوقع يبقى قضينا على البلهارسيا. فوجئنا دلوقتي بان نفس القوقع ده بيستضيف عشرات الانواع من الديدان غير البلهارسيا، ودي نتيجه التلوث البيئي. التلوث البيئي اللي حصل للميه سبب قضى على نظريه التخصص في الاصابات الطفيليه، وبدات النظريه دي تنمحي تماما، وبدا يظهر الزونوسس او الامراض المشتركه، بمعنى ان الحيوان او القوقع ممكن يستضيف اكثر من مرض، وممكن المرض يصيب الانسان والحيوان على السواء، فانتشرت واتسعت الدائره فبقت مشكله، لدرجه ان الامراض المشتركه وصل عددها دلوقتي 133 مرض فما اكثر، ان اللي هي بتصيب الانسان والحيوان على السواء. فممكن نتعامل مع الحيوان ولكن ببريكيجن معينه او باحتياطات معينه، نتوخى الحذر في التعامل مع القطط، مع الكلاب، مع كل الحيوانات الاليفه، ومع الطيور، ومع كل، لازم نتوخى الحذر، لانه دلوقتي انتشار الامراض بين الانسان والحيوان شكل عبء ثقيل جدا حتى على الاطباء وعلى المستشفيات وعلى العلاجات، لانه دلوقتي ما بقاش في مرض مخصوص للحيوان ومرض مخصوص للانسان، لا بقت تنتقل الديدان الطفيليه من الانسان الى الحيوان والعكس زي ما احنا بنشوف. والمرض الشهير قوي اللي هو مرض السعار او مرض الكلب، ده مرض فيروسي بيصيب، موجود في الفيران، موجود في الذئاب، موجود في الاسود، موجود في الكلاب. اذا هذه الكلاب او هذه الحيوانات عضت الحيوانات اللي هي مفترسه دي عضت الكلب، فالكلب بيصاب، واذا الكلب عض الانسان فالانسان للاسف بيصاب، ولازم يتم علاجه على الفور من اليوم الاول للعضه، والا بيخش على المخ وبينتهي في النهايه بالايه الوفاه. وبنقدر نميز الكلب اللي هو مصاب بالحكايه دي بان نشوف دموع عينيه نازله، عينيه بتفرز افرازات كثيره جدا، حوالين شعر عينيه كده تلاقي زي ميه، تلاقي باستمرار نازل منه لعاب كتير جدا، تلاقي بيصدر اصوات متقاربه مع بعضيها، وبيبقى شكله مبهدل كده وعرقان ودرجه حرارته عاليه. ده الكلب ده شكله كده يدل على ان هو مصاب بمرض الايه الكلب او مرض السعار. كل دي امراض بتنتقل بين الانسان والحيوان، وكثيره جدا الامراض الفيروسيه والامراض البكتيريه والامراض الطفيليه، وزي ما قلنا الايه الاربع انواع اللي احنا اتكلمنا عليهم، اللي هم النوع الاول اللي هو شكرا اعزائي المشاهدين، ودي حلقه مختصره الحقيقه ومكثفه عن الامراض المشتركه، ولكن الامراض المشتركه لها مجال واسع ونقدر نكمل فيها في حلقه جديده ان شاء الله. والسلام عليكم. للتواصل مع قناه الصحه والجمال، الموقع الرسمي للقناه www.saha.tv، ويمكنكم مشاهده برامج القناه على صفحه القناه على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv، وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv.